ما هو المعنى الحقيقي للصحة المثلى أو الـ Optimum Health؟ هذا السؤال إذا عرفنا جوابه وفهمنا فعلا الجواب بيغير لنا أشياء كثيرة من مفاهيم الصحة. مؤخرا كنت في محاضرة وكنت أسأل هذا السؤال للحضور، فكنت أقول لهم شنو معنات الـ Optimum Health؟ يعني شنو معنات الصحة المثلى؟ ما هي الصحة أصلا؟ فاللي قال لي مثلا البشرة الزينة، النشاط، السكون النفسي، السكينة الذهنية، هذه كلها الإجابات صحيحة، ولكن في إجابة أهم من هذه الإجابات كلها. وكنت أقول لهم أن عشان تعرفون هذه الإجابة خلينا نفكر في الرياضيين مثلا، الأثليتس، شنو أهم شيء بالنسبة حق الشخص الرياضي؟ فقالوا لي سرعته، قدرته على التنفس، قدرته على الجري، قدرته على كذا كذا، كلها إجابات صح، ولكن مو هذه هي الإجابة الصحيحة أو الشيء اللي يحتاجه أكثر شيء. فالشيء اللي يحتاجه الشخص الرياضي هو الريكفري، معناته قدرته على التشافي أو على استرجاع صحته بعد ما يسوي الرياضة اللي هو سواها. فكمثال، الحين أنا أقدر مثلا أروح أركض ماراثون مثلا، أذبح روحي في هذه السباق، وبعدين في الأخير خلص يعني أموت، ما أقدر أرجع مرة ثانية للحياة. فما نقدر نقول أن أنا عندي Optimum Health أو عندي الصحة المثلى، لأن أنا صدق أن أنا سويت هذا الشيء ولكن ما أقدر أسوي مرة ثانية باكر. فالصحة فعلا تكمن في أن إحنا نقدر نسوي الشيء، ولكن لما نتعب من هذا الشيء إيش كثر المدة اللي نحتاجها عشان نسترجع صحتنا بعد هذا الشيء اللي سوينا أو الشيء اللي أنجزنا عشان نقدر نسوي مرة ثانية اليوم الثاني. فسؤالي كان لهم، فإذا نقول مثلا أن الشخص الرياضي صحته نقدر نقيسها بقدرته على التشافي أو التعافي بعد الشيء الرياضي اللي سواه، نفس الشيء مع الإنسان العادي، أنا صحتي أقدر أقيسها بقدرتي في الخروج من المشاكل الصحية. مو معناته أن أنا إذا أنا شخص صحي معناته ما أمرض ولا ما أطيح ولا ما أتعب. الشخص الصحي الفرق بينه وبين الشخص اللي غير صحي هو قدرته على التشافي بعد ما تصير فيه هذه المشكلة. ليش؟ لأن الاسترس موجود والحياة صعبة والدنيا فيها كفوف ونتعب فيها وفيها استرس، ولكن الشخص الصحي الفرق بينه وبين الشخص الغير صحي هو قدرته على إكمال حياته بصحة بعد ما يصير فيه هذه الظرف. فكنت أقول لهم في المحاضرة أن خلينا نقول مثلا الحين إحنا غرفة فيها 20 شخص، دخل علينا شخص لا قدر الله وعطانا خبر سلبي، شيء مو زين، يعني قال لنا شيء خوفنا كلنا الصراحة، خفنا، تعبنا، قلقنا. شنو الفرق بين الشخص الصاحي والشخص الغير صاحي في هذه الغرفة؟ إن الشخص اللي عنده بكامل صحته ممكن إنه يتأقلم مع هذا الخبر وممكن إنه يخرج منه بصحة. أما الشخص الغير صاحي أو الشخص اللي ما كان مهتم في صحته فممكن ان هذا الخبر خلاص ينعدم فيه، يعني يطيح صحته تدهور. وهذا نشوفها دائما مثلا اذا ام مثلا خلينا نقول ولدها يمرض ولا احد من عيالها يصير فيهم شيء، تشوفون ان هي تمرض اكثر منه وهي تتعب اكثر منه، فيمكن هو يتشافى وهي تتم مريضه وتتم تعبانه، معناتها ما تاقلمت، جسمها ما قدر يتاقلم ويتعافى ويتشافى بعد هذا الخبر. ففي الواقع اذا بنعرف خلينا نقول الصحه، الصحة مو هي لا شعر ولا شكل ولا جسم، كل هاي الأشياء صح، ولكن الصحة الحقيقية تكمن في قدرتنا وسرعتنا على التعافي من أي شيء يصير، هو قلق نفسي أو مرض جسدي. فأكبر مثال مثلا، إذا أنا كل يوم قاعدة أخذ منبهات، قاعدة أشرب كوفي، قاعدة أشرب شاي، قهوة، شاي طول اليوم، كافيين كافيين كافيين، فجهازي العصبي دائما قاعد في حالة انتباه، دائما متنبه، دائما يعني متشنج كأنه، لأن كل ما يبي يرتخي أنا أشنج مرة ثانية. فلما تعطيني الحياة شيء صعب أو يصير عندي ستريس أو يصير عندي قلق معين، جهازي العصبي متشنج طول الوقت، فشون يقدر يرتخي؟ فهذه واحد من الأمثلة اللي دائما أقولها، يعني لما أنت تقررين أو أنت تقرر هل أنا أحتاج إني أوقف القهوة ولا لا، لازم أول شيء تختار أنا شنو أبي يكون انفعالي مع أي شيء سلبي يصير في حياتي. هل أبي جهاز العصبي يكون مرتاح ومرتخي ولا أبي يكون دائما متشنج؟ لأن إذا هي الصحة في القدرة على التعامل مع الستريس
مو عدم الستريس اطلاقا، لا بالعكس، قدرتي على التعامل مع الستريس، قدرتي على التعامل مع القلق، قدرتي على التعامل مع المرض. اذا انا الجهاز العصبي دائما متوتر، شلون بقدر اطلع من هذه الخبر اللي يعني مثلا او هذا الامتحان اللي عندي؟ فتلاقون ان الاشخاص من كثر ما هم قاعدين ياخذون هذه المنبهات بشكل يومي، منبهات حتى من السكريات، منبهات من حتى السجاير، التدخين، منبهات من الكافيين، منشطات، دائما دائما لان تعبانه وما فيني شده ودائما احتاج ان شيء يصحصحني. اذا احتاج ان شيء يصحصحني معناته انا بعدين بعد بحتاج شيء يهديني لما تصير فيني مشكله. وهذا هو الفرق بين الشخص الهادئ والشخص الصاحي قصدي والشخص الغير صاحي، ان الشخص الصاحي جهازه العصبي مهيئ لاي شيء ممكن يصير، قاعد هو في حاله استرخاء تام، هو من التامل ولا هو من الاكل ولا هو من اي من الاشياء الصحيحه اللي قاعد يسويها، عشان لما الحياه تعطيه شيء سلبي او شيء يخوف او شيء صعب ممكن يتعامل معه. فنستغرب اليوم نقول والله كل هالناس قاعده تشرب كل هالانواع الكافيين، جهازها العصبي متشنج طول الوقت، فشلون نستغرب ان احنا نحتاج مهدئات ونحتاج مضادات اكتئاب ونحتاج ادويه تهدئنا وترخينا؟ لان احنا قاعدين في حاله تشنج طول الوقت. وهذه هو عكس تعريف الصحه. اذا انا دائما في حاله تشنج مو هذه هي الصحه، معناته لما اطيح ما اقدر اقوم، ولما امرض ما اقدر اشفى، جهاز المناعي طايح، جهاز العصبي طايح، كل شيء طايح، كل شيء نازل، فما اقدر اقوم. فلما احنا نتخذ قرارات عن الصحه ونبي نقرر هل انا بسوي هذا التغيير ولا بسوي هذاك التغيير، نقرر على هذا الاساس، نقرر على اساس ان انا شنو ابي يكون نتيجه هذه القرارات اللي بسويها، ونتيجه هذه القرارات بتكون في صحتي اذا صار شيء. هل اقدر اقوم بسرعه ولا هل بتم طايحه وما بقدر اتعامل مع الوضع؟ فقولوا لي انت ايش رايكم، اذا تحسون ان صح هذا الكلام او حتى اذا عندكم شيء مخالف كتبوا لي اياه في التعليق. قولوا لي انتم شنو تعريفكم للصحه، ما هو تعريف الصحه من منظوركم انتم؟ واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك، انا قاعده اجرب هذه الفيديوهات اللي تروح مباشره الى يوتيوب، فحطوا لايك واشتركوا في القناه، حطوا سبسكرايب عشان توصلكم الحلقات اول باول، وشكرا لمتابعتكم.